وين رايحين يا الحوات الغوانم؟ الله ندور لنا قهوه كابتشينو. طيب بسالكم يا الاثنين هذولي، بسالكم سؤال، خلنا نبدا بخالد. خالد وش اسوأ شخص عندك، اللي يتكلم عليك ولا اللي ينقل لك كلام؟ والله كلهم سيئين يا ابو غازي. انا قلت اختر واحد يعني، اللي بالنسبه لك كلهم. والله يا ابو غازي اللي يتكلم عندي يقول فلان قال بك وفلان فعل وفلان حط وفلان سو، هذا يدوشني يعور راسي، واللي يتكلم عني هذا هذا ملعون والدين. طيب انت يا ابو عمر. انا والله اللي ينقل لك كلام انه فلان تكلم عليك هذا اسوأ. متأكد؟ اي والله، مع انك اكثر شخص يقول لك نزب. انا ما زي فساد. اما اللي يتكلم عني ابراحة، هذه الصحيفة تملأها. لكن انت جيت تغير لي قلبي ليه؟ ايه فلان تكلم عنك، مخر تكلم عنك، لا تقول لي زي اللي قلبه الصافي ما راح يتغير لا من كلام ولا انا انسان بشر. شوف يا ابو عمر، انا لو جاني حد قال با خطيب قال عنك وقال عنك وقال عنك، ايوه، ولا قال ابو محمد قال عنك، أيوة، ما صدق لاني انا اعرفكم. الكلام والله ما تاثر، والله تتاثر يا جبل ما يهزك ريح. والله لو يهرج في واحد عند في واحد عليكم عندي. طيب اني ما علي منه لو يهرج من هنا ليوم القيامه. طيب في واحد ما انا بمسك تحلوق الناس ولا انا مسكت ما علي ما علي. هو ما درى عن اللي امس يسولف فيه. هنا من امره ما تقول، ما تقول ها امانه. شو يقول؟ ما يقول، يقول هروج. ما احنا ما صدقنا. وش يقول؟ من هو اول من هو؟ كيف خله تركه الله يستر عليه. سب قوي ولا خفيف؟ هو من حقين استراحه ذيك، مو بالاستراحه ذي شاليها شاليها الثاني. قال والله فيك وفيك وفيك. يا انا ما قال واجد، لمسك تلميس خفيف. والله لا العين سابع جد. من هو بس ربيع؟ بسالك سؤال، سمي وش اسوأ شخص بالنسبه لك، اللي يتكلم عليك ولا اللي ينقل لك كلام؟ لا والله اللي ينقل لك كلام. متأكد؟ والله ما مثالي يا أبو غازي، خلي يتكلم علي وأنا ما أدري ليش. ليش أنت تروح تنبش جروح؟ ترى عموما خذها قاعدة في راسك، من حكالك حكى فيك. أي واحد ينقل لك كلام تراه يهرج فيك، اللي ينقل لك كلام تراه يهرج فيك. علم بقى خطيب. طيب علم نفسك. يا والله فيك الخير البركة يا أبو غازي. والله ما قد أبرمتبها في ابن أمك كذب. حط عيني في عينك، خاف الله يا مسلم. الله انك ما تستانس لين يجي حش. فلان قال وفلان قال، حسامحوني. ابو ناصر، وش اسوء شخص بالنسبه لك، اللي يتكلم عليك ولا اللي ينقل لك كلام؟ اللي يتكلم علي. اللي ينقل كلام ينقل كلام هرج، خليه ينقل. اللي يتكلم علي ليش يتكلم علي؟ بعض الكلام يا جرح، بعض الكلام كذب، بعض الكلام زور. لا عاد الصدق، اللي ينقل كلام الصدق، اما الكذب هذا شيء موضوع ثاني. أكيد لا، الصدق ما حد قايل فيه شيء، بس كلام تلبي كذب كله. كذب؟ وبهتان وزور على. لا لا، اللي يكذب اللي ينقل كلام. اللي ينقل كلام الملعون ذا. والله منافق ذا دجال. وبالمها، وش أسوأ شخص بالنسبة لك، اللي يتكلم عليك ولا اللي ينقل لك كلام؟ اللي ينقل لك كلام. هذا يا طويل العمر إنسان وقح، إنسان كلب. اللي ينقل كلام هذا إنسان ما يستحي صراحة. انت هو ما يضرك انت لوحدك، هو حتى يقوم الناس اللي حولك عليك. فلذلك انا اشوف انها سيد بيني وبينك بدون مثاليه وبدون كذب وبدون لف ودوران. تحب نقل العلوم؟ انا لا والله ماني مثلك. والله ماني مثلك. ما انا اصغر على بشر. والله ماني مثلك يا ابو غازي. عشم عشم، ترى كلها الهرج. بس والله ترى متابعيني ما يعلمون. اسكت بس والله يا طالبك حط شحمه. اسكت أبو ذيب، بدون أي ادعاء للمثالية، وش أسوأ شخص بالنسبة لك، اللي يتكلم عليك ولا اللي ينقل لك كلام؟ اللي يتكلم علي؟ إيه، يشربك عالم في بعضها ويطلع كذا نصاب بالأخير، حتى لو نقل لك كلام وصادق ما في خير. أبو حشر، وش أسوأ شخص بالنسبة لك، اللي يتكلم عليك ولا اللي ينقل لك كلام؟ لا والله اللي ينقل كلام، اللي يتكلم علي يعرفه. اليوم اني ما صلح لي طرفت عني هناك خليته يروح، ولا تشديت انا وياه اعطيته لي في راسي خليته الملمي ما هنجم الفرقه اللي يقولونه. لكن هذا اللي ينتب نقل العلوم ما تدري هو معك ولا مع هذاك اللي جابنا العلوم، ولا له مصالح ما ادري وشان هي انه يفرقنا. اردى خصله في الانسان الغيبه والنميمه، هذه لو فيها خير ما حرمها الاسلام، ولو ما منها ضرر والله ما نهى عنها الرسول بالطريقة هذه.
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتم. وشف شف التشبيه وشف كيف الحديد صار شديد لهجة. مطمط أنت يا أبو حشر. مطمط هوش. وترانا كلنا واقعين فيها. خسر. أوكي. والله أنا واقعين فيها. قلع.